عجيب أمر هذه الأسرة، فالأم والأبناء جميعاً خرجوا إلى ميدان التحرير للتظاهر بعد وفاة أخيهم الأصغر برصاصة طائشة في المظاهرات، لكن صعوبة التنقل وفرض حظر التجول حالت دون وصوله إلى المستشفى. عرفينا بنفسك يا ماما، وأنت ليه موجودة هنا النهاردة في ميدان التحرير؟ أنا عزيزة محمد الصاوي، والد رامي جمال شفيق أحمد الشهيد اللي اغتلوه برصاصة غدر في شارع القصر العيني وتوفى على صدر أخوه ده. احنا نزلنا زي بيت الناس خالص، يعني ما نعرفش أي حاجة غير إن احنا بنعبر عن رأينا وبنقول سلمية سلمية سلمية، لا للتخريب لا للتخريب، وماشي مشينا من شارع الهرم لحد آخر القصر العيني، لحد هنا خلاص داخلين على الميدان، ضربونا بالنار وقعوا واجب مني، مفيش تليفونات هنتكلم ازاي، خدت على في عربيه ملاكي، خدت على في قلبه سجن، يا دوبك اتشاهد اخويا شاله وبعد كده خلاص. لا تشهد وما لا تشهد وما لا تشهد وما لا تشهد وما لا تشهد. مش عايزة أقول لك، يعني إحنا احتسبنا عند ربنا. هذه الصحفية استثمرت حرية التنقل المسموح لها بها لتنقل إلى المتظاهرين المعتصمين الطعام، لكنها أيضاً تواجه صعوبات أخرى. كان للأسف المتظاهرين قاعدين يوم كامل من الصبح لغاية بالليل عمالين بيدافعوا عن نفسهم وبيرموا بالطوب وعلى البلطجية من غير لا أكل ولا شرب ولا أي مساعدات، وكان في ناس كتير من اللي بيتفرجوا على الفضائيات والتلفزيونات وقاعدين في بيوتهم عايزين يوصلوا لهم هنا في الميدان عشان يساعدوهم ويقدموا لهم وجبات ومية وغيره، لكن للأسف كانوا بيتمنعوا من الدخول من جميع منافذ المحيطة بميدان التحرير. ورغم هذه الصعوبات ابتكر الشباب وسيلة جديدة لحشد تأييد المواطنين لموقفهم والذين تحول الظروف دون وصولهم إلى ميدان التظاهر. احنا من بيوتهم هنوصل صوتهم لهنا، هنجمع أصواتهم زي أي حد عايز يوصل صوته هنا هو، وهنقول إن احنا مش مجرد آلاف ولا ربع ولا ألف ولا مليون، حتى احنا أكتر من كده بكتير. أفكار جديدة وغير تقليدية ابتكرها المتظاهرون هنا ليتغلبوا على صعوبة التنقل بسبب حظر التجول أو غيره من المعوقات، أفكار تولد سريعا وتنتقل سريعا أيضا عبر شبكة الإنترنت أو غيرها من الوسائل. أسامة يوسف، اليوم على الحرة، القاهرة.